أهلاً وسهلاً مشاهدينا الكرام متابعي قناة شوف تيفي، عيدكم مبارك سعيد من هنا من مصلى المدينة الإسماعيلية هنا بمكناس كما كتشاهدوا معنا مشاهدينا في هذه الأثناء اتجاه صلاة العيد هنا من مكناس. عيدكم مبارك سعيد، هذه أجواء هنا من العاصمة الإسماعيلية. وكما تتابعون مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي وعلى المباشر مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي، كما تابعتم معنا كانت صلاة العيد وتليها خطبة العيد كذلك مشاهدينا في هذه الأثناء كما تتابعوا معنا من العاصمة الإسماعيلية مكناس، أجواء خاصة واستثنائية في هذه اليوم المبارك والسعيد. عيدكم مبارك سعيد أينما كنتم داخل الوطن أو خارجه، فبعد غياب لثلاث سنوات هذه الأجواء تعود من جديد. وكما يتابعون مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي وكما سهرت يعني كما كنتابعوا معنا حضور ديال رجال الامن الوطني هنا من اجل الوقوف على تنظيم سير والجولان وكذلك التنظيم ديال الصلاة مشاهدينا وكذلك الحضور السلطات المحلية ودائما وعلى المباشر كما كتابعوا في هذه الأثناء. عدد من الأحياء اليوم يعني كتلتقي في هذا المجمع المبارك اللي يعني مجموعة من الأحياء من أحياء مرجان المجاور هنا للمصلى وكذلك يعني جل أحياء المدينة كيجيو لهذا المصلى لأنه معروف عند المكان السكني. وكما تابعتوا معنا يوم أمس الاستعدادات اللي كانت كتقوم بها الجهات المختصة والسلطات من أجل التحضير لهذا المناسبة وكما كتابعوا معنا مشاهدينا على المباشر. هذه هي الأجواء هنا من مكناس. عيدكم مبارك سعيد. والآن في الأثناء الآن غادي نتطرق يعني الناس اللي غادي يمشيو يزوروا الأهل ديالهم والأحباب والوالدين ومن بعد ذلك كتمر يعني مرحلة الناس كتقوم بنحر الأضحية. فهنيئا لكل المغاربة بهذا اليوم المبارك ومن خلاله ما نهنئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس بهذه المناسبة الغالية. فعيدكم مبارك سعيد لكل المغاربة داخل الوطن أو خارجه. أهله الله علينا باليمن والبركات وعلى جميع الأمة الإسلامية مشاهدينا ومتابعي قناة شوف تيفي بالنمو والازدهار بإذن الله كما كتابعوا معنا وعلى المباشر هذه الأثناء. Thank you.
مباشر مشاهدينا ومتابعي قناه شوف تي في. عيد مبارك سعيد خويا، باش ما تمنيش ان شاء الله. الله يحفظك، الله يبارك فيك. هو ما على المباشر مشاهدينا ومتابعي قناه شوف تي في. نقول لكم الاجواء هنا، فسبحان الله اجواء اكثر من رائعه. فكما كتشاهدوا معنا الحشود تبارك الله، هذا الجو الجميل والجو الرائع صراحه، وهذه الاجواء اللي استثنائيه صراحه كما كتشوفوا معي وعلى المباشر مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في. فمازال رجال الامن يعني وتحياتنا لهم من خلال هذا البث المباشر، نوجه اغلى تحيه ونقول لهم لكل نساء ورجال الامن الوطني وكل السلطات اللي كتسهر على السهر على النظام العام وعلى الامن واستقرار هذا الوطن الامين. اقول لهم عيد مبارك سعيد وشكرا لكم على مجهوداتكم. فهاد الناس ما كيعرفوا لا عيد لا الشتا لا البرد، لا في كل الوقت في كل حين حاضرين على قدم وساق بمجهودات كبيره اللي كيقوموا بها من اجل الامن واستقرار هذا الوطن. فتحيه لكل هاد الناس اللي كيسمحوا حتى هما في وليداتهم في اسرهم في والديهم كيبقاو في اماكن العمل ديالهم من اجل الواجب. فهنيئا لنا هنيئا لنا، والحمد لله المغربيين خصوصا في مرحله كورونا بان الحمد لله الدور الكبير اللي قاموا به هاد الرجال وهاد النساء كل من مكانه. فالتحيه كل التحيه غاليه، ونشدوا على ايديهم على العمل الكبير اللي كيقوموا به في كل المناسبات في الضراء قبل السراء. فشكرا لكم، استودعكم الله مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في من هنا من العاصمه الاسماعيليه. اقول لكم عيدكم مبارك سعيد والى اللقاء.